انترنت الاشياء. هي فكرة قائمة منذ فترة طويلة واكبت تطورات حديثة وتقنيات ذكية جعلتها عملية للاستخدام في حياتنا اليومية. وضمن فقرة تكنولوجيا المستقبل اليوم مشاهدينا سنسلط الضوء على الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء بشكل مفصل وعن استخداماتها من خلال ضيفنا في الاستديو الأستاذ خالد منصور العوضي مهندس كهرباء في مجال الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء. صباح خير وحياك الله معنا في صباح الشارقة. صباح النور ومشكورين على الاستضافة هذه، تشرف أن أكون معاكم وإن شاء الله المعلومات تفيد المشاهدين وإن شاء الله ما أطول عليكم ولا تكون معقدة بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله في البداية خلينا نعرف بشكل مبسط مفهوم أو مصطلح النظم المدمجة وأهميتها. النظم المدمجة هي شيء أساسي جداً عندنا في المجتمع، يعني القرن 21 كل شيء نحن نشوفه حوالينا أساس التكنولوجيا، أساسه القطع الكهربائية هذه. نعم. فالمعنى من الأجهزة المدمجة هذه أن هو جهاز له شغلة معينة أو شغلات ثانية معينة، بس جهاز صمم أنه يشتغل على شغلة معينة ويتقنها. فعادة هذه الأجهزة تكون لها تتحسس في الواقع، لها input يسمونها. نعم. تعرف شو يصير في الواقع، عقب يكون فيها البروسيسنج أو يسمونه الذكاء، يعني أو ما بس الذكاء يعني معالج. نعم. معالج. نعم. بس عشان نبسط الأمر بنقول إن فيها برمجة، يعني إن نوع من الذكاء. نعم. وعقب يكون فيها تنفيذ output، يعني تستشعر الواقع وعلى حسب البرمجة اللي هذا الجهاز تنفذ أشياء في الواقع. وعقب إن شاء الله بنتكلم أكثر، والدكتورة ما شاء الله اللي تكلمت قبلي يعني يابتها في الصميم على هالأشياء. فهذه المصطلح منها أجهزة لها شغلة معينة، ونحن نفس ما قلت نشوفها في كل مكان في حياتنا واستعمالنا اليومي. يعني الأجهزة هذه تكون مثلا سماعات البلوتوث، هذا الجهاز يسمونه جهاز المدمج. نعم. أو الكنترول مال التلفزيون أو مال المكيف أو الميكروويف أو الثلاجة أو في السيارة مليانة أجهزة مدمجة. إن صحيح. هذه الأجهزة كلها لها شغلة معينة تسويها. فمثال بسيط جدا اللي مال الكورونا، الحين واحد يدش المول ما في جهاز يسوي سكان على الرأس ويعطي درجة الحرارة. نعم. هذا الجهاز صمم شغلته إذا ينضغط زر يقيس درجة الحرارة ويطلع على الشاشة. هذا النظام كله جهاز مدمج، يعني هذا البساطة إن أجهزة الكهربائية هذه. جميل. يعني هذا كل الأشياء مثلا أجهزتنا وهاتفنا الذكية المحمولة، الجهاز اللي أنا الحين موجود عندي، هذه كلها مجموعة من الأجهزة. هذا يعني مو شيء معين يسوي أشياء كثيرة، لكن نعم هاي أجهزة تتكلم يا بعض، لكن كل قطعة في الجهاز لها شغلة معينة وهذه الأجهزة المدمجة. جميل. كذلك مصطلح إنترنت الأشياء، شو نقصد اليوم بإنترنت الأشياء؟ نفس ما قلت الأجهزة المدمجة هي الأساس، كل التكنولوجيا نحن نشوفها حوالينا هذه الأجهزة المدمجة. إنترنت الأشياء إذا نحن يبنى اي جهاز وشبكناه بالانترنت اصبح انترنت الاشياء. يعني هو مجال واسع جدا وهالجزء يعني في كل مكان في حياتنا، لكن ببساطه اي جهاز يتواصل مع الانترنت يسمونه انترنت الاشياء، لو ثلاجه لو مايكروويف لو درون 3 دي برينتر، كلها اجهزه روبوت وصله بالانترنت تصبح انترنت الاشياء. جميل حلو. اذا يعني انترنت الاشياء هي عمليه دمج المنظومه هذه او مثل ما ضربنا مثال الجهاز هذا اللي انا حاليا بالجهاز اللوحي. نعم. هو جهاز بدون انترنت، هو نظام مدمج. نعم. صحيح. نعم. مجرد ما انا شبكت عن طريق الواي فاي. نعم. صار من ضمن الانترنت الاشياء. نعم. بس هذا الجهاز يكون يعني وايد يعني كقول قوي بالزياده، لكن نقول مثلا ثلاجه ذكيه، يعني هذا يكون مثل الاجهزه الاشياء او الليتات الذكيه. فهذا الجهاز تكون بسيطه جدا، اون اوف، تسوي اشياء بسيطه وتحافظ على درجه الحراره، لكن يوم احط فيها الانترنت انا اروم اتحكم فيها، اروم يعني اغير اشياء فيها، اروم اخذ معلومات منها، فهنا تصبح اجهزه ذكيه. ان هذا جهاز كان ذكي، كان يعني فيه ذكاء، لكن يوم وصلته بالانترنت اصبح انه اروم اتحكم فيه، يروم يكلم اجهزه ثانيه، يروم يطلع لي معلومات، فهنا يصبح انترنت الاشياء. جميل. حتى يعني مثل ما ذكرت مساله الثلاجه اليوم الذكيه هذه. نعم. اللي مثلا تقول لك نوع المواد اللي موجوده في الثلاجه. نعم. نعم. مثلا علبه الحليب هذه ثلاث يومين بتنتهي. صحيح. يعني هذه يعني شيء غريب صراحه اليوم، او مدى التطور اللي نحن وصلنا له في هذه المنظومه. صحيح. فنعم، فهو التطور اللي صار عندنا تطور رهيب جدا من عام 1960 او من هذه السنوات من 1960. التكنولوجيا عندنا تطورت بشكل رهيب جدا. نعم. يعني كل مره القطع الشيبس اللي يشوفونها الناس على الشاشه مثلا، هذه بعض الاشياء اللي انا اشتغلت عليها وصنعتها. فهذه القطع قبل كانت كبيره، كانت عملاقه، لكن على مر الزمن صغرت وصغرت وصغرت صغرت. صارت الحين مثلا عندي جهاز يكون
كبر حبة العيش، يعني هذا الجهاز يكون المعالج يعني. نعم. لكن قوته إذا تقارن بالكمبيوتر اللي طرش الناس القمر في عام 1969. نعم. هاك الجهاز كان صندوق عملاق وهذا وصل ناس القمر، لكن نعم. في هالأيام عندنا جهاز حبة العيش لكن قوته يعني عادي 20 مرة أقوى عن الجهاز هذا، ولا والتليفون الايباد اللي عندك قاعد أقوى وايد عن هذه الأجهزة. صحيح. فتطور عندنا صار رهيب لأن الأجهزة صغرت استوت أقوى، يعني سرعة المعالجة استوت عندها أقوى. وغير هذا يوم صغر حجمها الاستهلاك الكهربائي لهذه الأجهزة قل، وهذا الثلاث أشياء الأساسية اللي خلت الأجهزة تكون رخيصة. فعنا وايد أشياء أصبحت ذكية، وفي أشياء مو بلازم تكون أصلا ذكية لكن لأن أشياء رخيصة خلى ذكي، خلى الجلاس يحرب روحه، ولا خلى هذا يكلم هالشيء، ولا هالجهاز يسوي هالشيء. فأصبحت الأشياء عنا لأن أصبحت يعني رخيصة، والتطور نفس ما قلت استوى رهيب يعني. صحيح. معانا هذه الشرائح. نعم. أول شيء هي من شو مصنوعة؟ يعني هذه القاعدة. نعم. من شو؟ شو المواد اللي تصنع منها؟ هذه القاعدة هذه اللي تكون مثل الفايبر جلاس يسمونه برينتد سيركت بورد. فعشان أشرح بطريقة مبسطة أكثر. نعم. هذه الأجهزة نفس ما قلت لكم الأجهزة المدمجة هذه لها شغلة معينة، يعني أنا مصمم هالجهاز يكون سبيكر، أنا مصمم هالجهاز يكون راديو، أنا مصمم هالجهاز تكون كاميرا ذكية. لكن هذا اللي عندي في إيدي أشتغل على هالجهاز في البيت وأصممها في وقت فراغي لأن أحب أصنع هالأشياء وأبرمجها. نعم. فمثلاً هذا الجهاز هو أساس الأجهزة المدمجة لكن ما عنده شغلة معينة. كيف يعني؟ أن هذا الجهاز أنا أروم أعيد أبرمجه، أروم أشبك عليه مثال، أروم أشبك عليه سنسر يحسب لي المسافة بالألتراسونيك، أروم أحسب مسافة شيء، وعقب أروم أشبك عليه جهاز ثاني يفتح لي البوابة. فإذا يحس أن الشخص وصل مسافة معينة يرسل كوماند افتح البوابة، ولا إذا يحس أن في حد جاي البيت بجهاز ثاني استشعار ثاني. نعم. شغل الليتات، ولا أروم أشبك على قطعة واي فاي يتكلم بالإنترنت. فهذا الجهاز يسمونه ديفلوبمنت بورد، وهذا الأساس. الشركات أي شركة تصنع أجهزة يبدون بجهاز، مو في وايد أجهزة في السوق. صحيح. لكن أنا صنعته شخصيا واسمه نبض بعد، لأن النبض هو الأساس القلب للأجهزة هذه. صحيح. فهالجهاز الواحد يروم مثلا يشتري ويروم يبرمج يركب عليه قطع على حسب الموجود عنده ويصنع أجهزة ذكية في البيت بسهولة وببساطة جدا يعني، بس يحتاج شوي من البرمجة، يحتاج يفهم، يكون عنده القطع أكيد هذا شيء مهم. نعم. ويحتاج الخيال، هل أنا أروم أبرمج، هل أنا أروم عندي القطع، وهل أنا عندي فكرة معقول أصنعها في البيت. صحيح. وأتوقع هذه الشرائح اليوم بعد حتى تغنيكم أو تغني المطورين في الأجهزة عن استخدام الأسلاك اللي ما لها أبدا يعني داعي في وجود، وتكون هي قطعة واحدة. يعني مثلا الهاتف الحين إذا فتحت الهاتف من الخلف ونزعت البطارية وخذيت الغطاء. نعم. راح تحصل نفس هذا الجهاز. أيوه. نعم. هي قطعة واحدة تركب. صحيح. عليها الشاشة، البطارية، أزرار. ممتاز. الصوت، كل شيء. صحيح. صحيح جدا. هذه الأجهزة هذه الأساس، فأنت تبني عليها وتتأكد هل هذا المشروع يشتغل. أنا في البيت أصنع هالأشياء، أروم أخلي هالمشروع خلاص، هذا المشروع النهائي انتهى شغال، أو في المصنع أو في الدوام أو أي شيء ثاني. لكن إذا فكرة النقطة اللي قلتها ممتازة، إذا أنا شركة بعد ما أصنع المشروع وأركب الوايرات هذه وأشوف إنه يشتغل، الخطوة الثانية أوكي خلاص أنا أعرف المشروع شغال، هذا هو ليش نستعمل هالأشياء. بعد ما أعرف إنه تشتغل عقب أحطه كله على بورد واحد. صحيح. قطعة واحدة ثابتة وحطها في كيس مثل الآيباد اللي عندك. صحيح. ولا الأجهزة الثانية تكون خلاص مغلقة وما يحتاج تفتح لأن الجهاز صمم لها الشغلة وانتهى، ما يحتاج برمجة بعد مرة. حتى أتوقع هذه الشريحة خالد يعني اليوم حتى تصنيعها يعني أتوقع لازم تصنع لهدف، يعني مثل ما قلت لأن فيها هي دوائر كهربائية أصلاً. نعم. فلا بد ما يصير تقاطع من بينهم لأن ممكن يحدث خلل. نعم. في الجهاز أو الطريقة اللي مفروض تؤدي بها. صحيح. يعني لازم تصنيعها يكون يؤدي الغرض منه يعني حتى. نعم. لأن هي أتوقع فيها دوائر كهربائية داخل. صحيح. صحيح. يعني عشان أشرح مثلاً كيف مثلاً الجهاز هذا يكون، يوم واحد يصنع جهاز مثل هذا الجزء لازم الواحد يعرف أنا ليش بصنع هالجهاز، أنا شو الهدف مني بصنع هالجهاز. هل هذا الجهاز بيكون عن طريق اليو اس بي، هل بيكون عن طريق البطاريات، هل بيكون عن الطاقة الشمسية، هل الجهاز بيكون خارج المنزل، هل الجهاز بيكون داخل المنزل. نعم. يعني أنا شو الهدف من هذا الجهاز. فعقب من هالطريقة تروم تصمم الأجهزة تتحمل الحرارة إذا خارج البيت، أو إذا كانت أجهزة صغيرة مثلا الساعة اللي ألبسها أنا هذه فتنس تراكر، أجهزة بسيطة ولازم تكون مثلا ضد الماء، تكون يعني بطارية تتم فترة طويلة. صحيح. فيعتمد أنت الهدف المهم جدا يوم واحد يصنع أجهزة كهربائية أنه يعرف وين بيكون الجهاز، كم مدة استعماله، من وين بيجيب الطاقة أنا،
وشو الاشياء اللي بحط عليه وكيف اوفر الكوست. انا ما بكون شيء، ما بيكون شيء غالي، انا بالجهاز يكون رخيص، يكون عملي ويكون فعال. جميل جدا جميل. نعود الى مساله ربط الانظمه هذه بالانترنت اليوم، وفي مسألة التعلق يعني أو تتعلق الأمن بمسألة الموضوع، مسألة السلامة والأمن. نعم. والناس مثلا تخاف مثلا اليوم إذا ضربنا مثال منازل الذكية، اليوم واحد كيف بعد يخاف أن هذا البيت أو النظام يتم اختراقه؟ هذه نقطة ممتازة جدا. الناس ما قلت لك في وايد أشياء موصلة بالإنترنت، وأنا يعني دوم ما أحط شيء في البيت، هل ابغى اوصله برا البيت ولا ابغى انترنت البيت داخليا؟ لان يوم انت تفتح مجال تستعمل الجهاز من برا البيت على طريق الانترنت، المشكله ان هناك تحدث ثغرات امنيه. فمن المشاكل اللي ممكن تستوي اذا انت مركب سمارت هوم سيستم، اعطيك مثال بسيط عن قبل السمارت هوم. كانت في شركه تصنع جهاز البيبي مونيتور. البيبي مونيتور هذا كان تو وي كوميونيكيشن، يعني الام والاب يروم يشوف الطفل والطفل يروم يشوف الام والاب. صحيح. فجهاز في البلايبن وجهاز يكون على طريق تطبيق التليفون ولا اي شيء. صحيح. فالشركه اللي كانت هذا يعتبر جهاز من انترنت الاشياء. صحيح. فالشركه يوم تبيع الجهاز على الناس تعطيهم يوزر نيم باسورد، لكن الشركه ما فرضت على الناس اللي اشتروا الجهاز ان يغيرون الباسورد، فش استوى الجهاز موصل بالانترنت. صحيح. وعاد في هاكرز يمسحون النت على الكاميرات المفتوحه والاجهزه المفتوحه، وعرفوا ان هذا الجهاز من هالشركه اليوزر نيم ماله مو بشرط يتغير. فالحرمه الام كانت راقده في البيت تسمع في الليل متاخر صوت من غرفه الياهل، واحد ياس يقول ويك اب بيبي ويك اب بيبي، صوت مخيف. الحرمه عاد خافت منه في البيت، راحت تفتح الباب وتشوف الجهاز يطلع صوت مخيف ويقول يعني يوعي الياهل. جلعت الجهاز عطوه من الكهرباء، وعقب اكتشفوا ان الجهاز هذا كان موصل بالانترنت، واحد هكر عليه ورامي دش ويشوف. فيعني في مخاطر في استعمال خاصة الأشياء الحساسة، كاميرات وأشياء ثانية في المنازل، لكن لا ما أمنع، أنا أشوف التطوير لازم يكون بهالناحية، لكن الشخص اللي يركب هالشيء لازم يكون واعي إنه يغير الباسورد، يعرف شو الأمان، شو لا قدر الأشياء إذا تعرف إذا تهكرت هالأجهزة. نعم. ونقطة ثانية بعد البيانات، البيانات الضخمة هذه، لأن الأجهزة مو بلازم تكون بس شغلة معينة، عادي يكون في بناية مثلا موزعين أجهزة صغيرة أصغر من هذا وموزعة في البناية كلها على الطوابق، وهذه الأجهزة كلها تقيس مثلا نقول مستوى تلوث الهواء مثلا، وهذه الأجهزة تقيس على كل الطوابق وترسلها كلها للكمبيوتر موحد. فهذه المعلومة توصل الكمبيوتر موحد، الشخص يروم مثلا الشركة تروم عقب تشوف تحلل البيانات. فهذه يسمونها بيانات الضخمة. وها مثال بسيط، لكن مثال ثاني، الساعة اللي ألبسها أنا مو بدعاية للشركة ولا شيء، لكن الساعة اللي أنا ألبسها قيس دقات القلب، الخطوات، متى أنا أرقد، وهالأشياء حقي أنا، لكن أنا أثق بالشركة اللي صممت هذه الساعة أن لأن تسوي لي باك أب، وأنا أثق يعني كزبون أثق أن الشركة مأمنة السيرفر عندها، هالبيانات يوم توصل عندها السيرفر تكون آمنة، لكن ما في أبدا أي شيء مستحيل يكون 100% آمن، يعني نسبة عالية جدا 99.9 ولا 95 ولا 90. لكن المشكلة إذا الجهاز مأمن والإنترنت مالي مأمن، لكن عادي يكون وين البيانات محفوظة يكون في ثغرات أمنية وتتسرب البيانات. جميل. فاليوم يمكن حتى يعني نبات لشغلة جدا معينة، اليوم الإنسان لابد أنه حتى يوم مثلا يوصل هذه الأشياء بالإنترنت من خلال الصفحات أو يحمل بعض التطبيقات، لابد أنه يتأكد من كل البيانات اللي موجودة، وهذا التطبيق شو من البيانات راح يدخل أو شو البيانات اللي راح يشاركها على الخوادم الرئيسية للشركة، لأن تكون هذه المعلومات ممكن تكون متداولة. شكرا لوجودك معنا أستاذ خالد، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. توفيق إن شاء الله. مشكورين. شكرا على وجودك. الله يحفظك. نشكر ضيفنا الأستاذ خالد منصور العوضي، مهندس كهرباء في مجال الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء، على هذه المعلومات. مشاهدينا وصلنا معكم لختام جميع فقرات صباح الشارقة لهذا الصباح، دمتم في حفظ الله ورعايته، إجازة سعيدة ومع السلامة.